السلام عليكم. الله على بركة الله. غادي نكتبوا الفونكسيون. انا غنكتب عليكم في السبوره. دومين ديفينيسيون شكون هو؟ يلا سقيلي عطينا الدومين ديفينيسيون دغيا. هو ار يا ار موان 2 موان. شحال عندي من بورن هنا؟ كاين من موان لانفيني. من موان لانفيني 2. يونيون موان 2 2. يونيون 2 بلس انفيني. ياك؟ الوغ كنا ليميت ديال اف دو اكس، كنا حسبنا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني ايكال هي واحد، هي ليميت دو اكس كاري بيسكي ساجي دين فونكسيون راسيونيل ايكال ان. بيان سور عند لا ليميت كون اكس تنفيغ موان لانفيني. استاذ واش باقي عاقل علينا ولا نسيتينا استاذ؟ عاقل قالك ما عقلش. لا استاذ، هو خرجت لينا ليميت ديال اف دو اكس، خرجت لينا كتساوي عدد، اذا اكغي كتساوي واحد، كيخرج لينا اش اون اسامبتوت اوريزونتال دو لا كور سي دي اكس كون اكس تنفيغ بليز او موان لانفيني، لقيناها كتساوي كا، كا هي واحد، صافي؟ كا هي واحد، صافي؟ يعني عند اون اسامبتوت اوريزونتال دو لا كور، صافي ديكواسيون اي كتساوي واحد، صافي فهمت مزيان. دونك اش غادي نقولوا؟ نكتبوها يلا لا دغوات ديكواسيون، لا دغوات ديكواسيون اي ايكال ا اها استاذ، ولكن هذه ماشي لانتربريتاسيون جيومتريك. وشنو هي؟ انتربريتاسيون جيومتريك، علاش ماشي انتربريتاسيون جيومتريك؟ بلاتي خليني نشوف. هذه برونش انفيني. لا دابا هادو راه ماشي لي برونش، هادو ماشي لي برونش انفيني، ولكن لي برونش انفيني راه فيهم جوج، فيهم لي اسامبتوت وفيهم لي برونش بارابوليك. تفق معايا ولا لا؟ حيت كان كيسحاب لي لانتربريتاسيون جيومتريك، ولي كنقولوا فيها واش طونجون ديمي طونجون. لا هذيك راه ديريفابيليتي، هذيك راه الدرس اللي قبل هذا. ديك لا ديريفابيليتي. دونك ماشي مشكل يلاه. دونك لا دغوات ديكواسيون ايكغيك، نتوما ريحتوها السيمانه نسيتو كلشي. دوا راه طرا باقي. ماشي مشكل. Donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale. Asymptote horizontale de CF. Bien sûr, 1 plus l'infini et moins l'infini. Et là, je l'ai fait un jour, la limite plus l'infini ou moins l'infini, que ça ouais. Alors, maintenant, on va dire que nous avons حيدنا علينا حيدنا علينا في moins l'infini ou حيدنا علينا في plus l'infini. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait moins 2. Limite de moins 2. Nous avons 2. Et nous avons fait la limite. Nous avons fait la limite. Nous avons fait 2. Nous avons fait 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2, maintenant plus. Il y a la limite de x carré sur x carré moins 4 quand x tend vers 2 plus. Normalement, je vais te faire un peu de temps. Il y a 4 sur 0. On va faire la notation. Ah, pourquoi 0 plus? Et on va faire le signe. On va faire le signe de x carré. Moins 4. Moins 4. Et ça annule où? Donc, moins 2 et 2. Donc, le signe contraire de A entre les racines, il y en a moins, il y en a plus, il y en a plus. Il y en a déjà 2, il y en a un autre signe, il y en a un autre. Donc, le résultat, il y a plus infini. Donc, il y a un signe, il y a une limite, c'est un 2 moins. Il y en a un autre. Il y en a un autre signe, il y en a un autre. Donc, ça va être la nature, moins l'infini. D'accord. Donc, nous avons la même chose, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, qu'est-ce que ça veut dire moins l'infini.
اذا شكون هو الانتربريتاسيون ديال هاد الجوج؟ ترجع لينا واقيلا هي البرونش بارابوليك لا ماشي برونش بارابوليك لا ديما اسامبتوت غير اسامبتوت كتساوي لينا بلاتي عافاك بلاتي لا دغوات ديكواسيون اكس كتساوي جوج كتجين اسامبتوت اسامبتوت فيرتيكال ما غاديش نهضرو كاملين في خطره واحده ما يمكنناش نجيريو بحال هكا يلا حسن انت قول لينا شكون يهضر يلا انا نعطي حسن بلاتي نشوف باش نقدر نرجع خطاطا كان داير سهيل واخا سهيل اللي كان كيهضر يلا سهيل سيد لا دغوات ديكواسيون اكس كتساوي جوج كتجين اسامبتوت فيرتيكال سي بيان صافي مزيان دابا بالنسبه لموان 2 سي لا ميم شوز متفقين غنحسبوا ثاني ليميت في موان 2 غنلقاو ثاني اسامبتوت فيرتيكال اسامبتوت فيرتيكال صافي ندوزو ليكزومبل الاخر يلا في موان 2 ثاني قلنا عندنا اسامبتوت فيرتيكال لا صافي غندوزو لحاجه اخرى غنديرو برونش بارابوليك حيت ما فاهمهاش برونش بارابوليك ديال علاش وهادي عطاتنا كاين غير سميه غير لي زاسامبتوت ما عطاوناش لي برونش بارابوليك لا دابا عندكم لي زاسامبتوت ايوا على حساب الفونكسيون دابا هاد الفونكسيون فيها غير لي زاسامبتوت فهمت نديرو شي فونكسيون فيها برونش بارابوليك وراه هادي فونكسيون قدامك راه فيهم كلشي الا شفتي هاد ربعه ديال لي زيكزامبل غنلقاو فيهم كاع الحالات فهمتي غير تبعي صافي الى ليكزامبل دابا مصايب غندوزو ليكزامبل 2 Dans mon domaine de définition, quel est R? Donc l'exemple 2, domaine de définition, où est-ce R plus 0 d'accord ou la chèvre R plus étoile. 0 étoile. Voilà, 0 exclu. 0 maquillage. Bien, donc il y a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Plus l'infini. Ça fait Bien. Donc on écrit le domaine de définition, et là. انا اللي غادي نكتب لكم الدومين ديفينيسيون وغنكملوا ما نكتبوش في الدفاتر تبعوا معايا وتبعوا معايا تنعطيكم لا فيديو من بعد عاودوها وتكتبوا في الدفاتر صافي بعدا نعاود نكتب ليكزومبل ما نكتبش انا المهم دابا راه من بعد شوف هاد لا فيديو غتكون مسجله ياك غنعاود نصيفطها لكم وانتم هذيك الساعه من بعد نقلوا في الدفتر صافي دابا نبان استاذ قطع الفيديو حيت هو صافي دابا غنقطعوا الفيديو وغنقطعوا هاد الهضره اللي كدوي فيها دابا انت غنوليو شحال غنقطعوا الفيديو كامل من الاحسن ما تبقاش تقول انا عارف شنو غادي ندير تبقى تقول والله رد عليكم من غير القرايه صافي هذا هو ليكزومبل ياك قلنا الدومين ديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني 0 اكس مزيان اذا شحال من ليميت غنحسبوا غنحسبوا لا ليميت فاش اول حاجه نبداو في لا ليميت زيرو كون اكس تنفير زيرو بلس شحال غتساوي هادي يلاه سقيلي سقيلي شحال غتخرج هادي شحال غتخرج سقيلي سقيلي كتسمعني ولا لا شحال غتخرج هادي؟ كنسمعك غتخرج لينا بلوس لانفيني بلوس لانفيني؟ غتخرج لنا موان لانفيني موان لانفيني علاش؟ لأن فوالا كاين موان 3 دونك شنو هي لانتربريتاسيون جيومتريك؟ يلاه حسن أستاذ علاش غتعطينا موان لانفيني؟ غتعطينا فورم انديفيني دابا هادي فين غتمشي هادي؟ لا ليميت ديال هادي شحال؟ كون اكس تنفير زيرو غتمشي لواحد مزيان وهادي فوقانية فين غتمشي؟ نورمالمون ديش غتكون هي موان 3 سيغ 0 بلس لان اصلا هاد الغاسين ديما موجب ايوا شحال هي موان 3 سيغ 0 بلس هي موان لانفيني موان لانفيني لا سالا فين هي موان لانفيني راه هادي راه واحد هي موان لانفيني مزيان يلا دابا لانتربريتاسيون جيومتريك حسن كتسمعني يلا حسن واخا ما دخلش حسن نمشيو تريعي
حسن كين ومالو شو ما كيجاوبناش قاطع المايك قاطع المايك هو قاطع المايك واخا يلا يلا كاديم سكينة نعم استاذ عطينا انتربريتاسيون جيومتريك ديال هادي غنقولو اكس كتساوي زيرو اها اسيمبتوت اوريزونتال لا لا ديرينا الخطاطة لا رجع الخطاطة واخا رجعو الخطاطة لالا يلا يلا شوفي شنو غتقولي لنا راه هابط لا كتعطينا اسيمبتوت فيرتيكال واخا حاول تكبروا من عندكم دوك حنا اش لقينا لقينا الليميت فيرتيكال استاذ راه اكس تساوي 1 اشن اسيمبتوت فيرتيكال لا فوالا غنشوف لقينا الليميت عند زيرو بليس ها هي اي حنا هنايا زيرو اي ليميت عند زيرو بليس هادي عرفت هادشي ما كيكتب لياش هنايا ها هي لقينا الليميت عند زيرو عند زيرو بليس كتساوي كتساوي مول انفيني دونك شحال غتكون هذاك الشيء هذه هي لا كونكليزيون شتيها انا دورت عليها اهبطوت فيرتيكال صافي مزيان يلا ندوزو نكملو يلا خلينا في بليس انفيني شكون شنو غنديرو في بليس انفيني تريعي ما داخلاش داخله يلا شنو نديرو التريعي في هادي تريعي اشنو غنديرو يلا المهم هبه ما كايناش كاينه نسيبو فكاينه صغير واخا استاذ حنا اللي كنشاركوا خاصك تزيد لينا نقطه المشاركه واخا ما عقلتش على واحد لا بروبريتي كنا شفناها قلنا سي اف دو اكس سيكري سو سيت فورم بلس جي دو اكس افيك بيان سور لا ليميت دو جي دو اكس كون اكس تون فير تساوي زيرو كتساوي زيرو شنو هي لا كونكليزيون اللي كنديرو كنديرو ليميت ديال اكس على اكس ليميت ديال ما تهضروش كاملين عافاك ما تهضروش كاملين ملي كنقول شي واحد هضر ما كاينش واخا غادي نشوف هاد اللي كيتعاملوا معايا دابا هما اللي نهضر معاهم يلا كاديم واخا سيري قول لنا شنو واخا راك هضرت نعم الا خرجت لينا ليميت ديال زو دو اكس كتساوي زيرو عندنا غنمشيو نقلبوا على او بي ا كتساوي ليميت ديال اف دو اكس سور اكس و ب كتساوي ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس سيت كيفاش سمعها هذا ينس بلاتي ما كتسمعنيش ها يلا سمعناك دابا ما سمعناك كنسمعوك كتسمع دابا يلا قول لنا دابا عاد ولينا كنسمعوك ومين سمعناك سمعناك كتغوتي ما عرفناكش مالك يلا راه قلت لكم فاش كديروا هذه شنو كنديروا فاش كتكون ليميت ديال هذه كتمشي زيرو راه مباشره لا droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique. ما غنمشيش نحسب الاف دو اكس على اكس ولا اف دو اكس موا ا اكس هذيك الساعه حتى ما تكونش عندي اف دو اكس كتكتب على هذا الشكل. متفقين؟ اذا من هذه الكتابه هذه شنو غادي نقول؟ انتبهوا معايا. من هذه شوفوا معايا مزيان. شنو غادي نقول؟ غادي نقول اونا اش؟ لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x on حاول ندير منها نقص منها هاد ليكسبرسيون هادي هي شحال غتولي غتبقى عندي هي ليميت ديال اش ايغال 0 متفقين معايا ولا لا مزيان اذا شنو هي لا كونكليزيون دابا غنرجع دابا للخطاطه وغادي نحاول غادي تكون عندها بارابوليك فوالا اذا دابا هنا انتبهوا معايا كيما شفتوا داك لونكادري لقينا ليميت ديال اف دو اكس موا اكس بيس بي كتساوي زيرو لا كونكليزيون راه هي داك الشيء اللي عندكم في ريكتانغل اللي بالصفر دونك لا دغوات ديكواسيون يساوي اي 2 اكس بلس 1 اون اسيمبتوت اوبليك
D'accord? Conclusion. La droite. D'équation. Yac. Y égale. Les gens qui sont dans le domaine limités. Ou les gens qui sont dans le domaine limité. 2x plus 1. La droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote. Oblique. 2cf. En plus l'infini ou bien au voisinage de plus l'infini. Ça marche? Pas de questions? Non. L'asymptote oblique. Yak. L'asymptote oblique, on dit 3 cas. Je ne sais pas si je vais me. Ça dépend de l'exercice. Yak. Il me semble que c'est un cas 1, 2, 3. يلا نسيبها امتى كنبدا امتى كندير 1 ولا 2 ولا 3 ارجع السد صبور ما كتبهاش ليا واخا هاي دابا ملي كتكون امتى شنو قلتي يا ستي امتى كنستعملوا لهاد لي كان امتى كنديروا 1 ولا 2 فاش كتخرج لينا ما عرفتش غادا هو السؤال اللي فهمتي دابا انا غنشرح ليك يلا دابا شوف إذا كانت عندي مثلا في ليكسبرسيون ديال اف عندي هاد الكتابة هاد ليكسبرسيون ديال لادغوات كاينة بليس شي حاجة كتمشي لزيرو متفقين بحال ليكزومبل اللي كان عندنا حنا هو اف دو اكس كتساوي 2x بليس 1 موان 3 سيغ غاسين دو اكس يعني هنا كاينة هاي هي هادي هادي هي ا اكس بليس بي وهادي تقول لهم يحط فما تخرجيش دابا كيف والله اطلع فيديو زوينه هادي الوغ اش قلنا دونك في الحاله اللي فوالا فوالا جي كتشي زيرو الا لاحظتو هكاك راه مزيان دابا شوف لا غينيون راه بقات لها غير شي 10 دقائق وتسالي من بعد غنعاود نصيفط لكم ليا واحده اخرى يلا باش نكملوا هادي دابا الا كانوا هما في ليكزارسيس عاطينا نحسبوا هادي ديريكتومون حسبناها لقيناها زيرو صافي غنستنتجوا مباشره انه يعني راه ادمي سميتو فوالا هادي في ليكزارسيس كيقول لنا مثلا كالكولي هادي حنا كنلقاوها زيرو كيقول لك انتربريتي جيوميتريكمون غتقول لي لا دغوات ديكواسيون ايكغ ايكال اي اكس بليس بي تينا سامتوت اوبليك مزيان هاد الثلاثة هادي راه هي فاش كتدخل وسط من الخطاطة وكتبدا خدام يعني ماشي ديما كندخل الخطاطة إلا عندي هاد الكا 1 والكا 2 بلا ما ندخل الخطاطة متفقين كتسمعوني إلا ما كانت عندنا خصنا باش إلا ما كانت عندك ضروري غتدخلي من الخطاطة غتمشي غتمشي للشيما تمشي فين ديرو هذيك اف دو اكس هذه كديرها ملي ما كيكونوش عندك هاد لي دو كا الاولين هما الاولين كتسبقهم الا كانت عندك هذه في ليكزيرسيس مزيان ولا لاحظتي شي حاجه بحال هكا مزيان ما كانوش عندك هاد الجوج كتدخل الخطاطة عادي وكتبدا خدام عندك ليميت ديال بليس لانفيني بليس لانفيني ما بقيتي كتعاود تحسب اف دي اكس على اكس وكتشوف راه ممكن ما تخرجش لك هنا ا كتنتمي لار ايطوال ممكن تخرج لك مثلا زيرو ولا بليس لانفيني متفقين الا خرجت لك زيرو سكي في برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس ياك ولا خرجت لنا بليس لانفيني هاد ا هادي يلا سقيلي فاطمه الزهراء الا خرجت بيس لافيني شنو غنقولوا لاكس دي زوردوني يعني شكون هو سي اف ادمي برانش بارابوليك سي اف ادمي برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني سي بيان مزيان او فوازيناج دو لافيني مزيان ولا خرجت لينا هادي ا ابارتيان ار ايطوال وي الا خرجت لنا ا ابارتيان ار ايطوال ومن بعد خرجت لنا هنايا بي ابارتي ار اش يمكن نقولوا يلا يلا شكون اللي حاضر حسن حسن
حسن استاذ الى فاش تخرج لينا او بي نقدر نجاوب في بلاصتو. واخا ماشي مشكل، يلا. الى خرجت لينا او بي غادي نقولوا باللي اي كتساوي ا اكس بلس بي. مالو غادي نقولوا سي ان اسامبتوت اوبليك دو سي بيان صافي دو سي اف، وديك الساعه غنشوفوا او فوازناج دو كوا دونك. ولكن الا خرجت لك بلاصه بي، هاد بي خرجت لك هنا لانفيني، اش تقدري تقولي؟ يلا سكينه. الا خرجت نقولوا برونش بارابوليك هي دو ديريكسيون، دو ديريكسيون دو الا كانت هذيك تساوي ا دو ديريكسيون دو لاكس ديال لي زابسيس. لا باش كنعرفوا واش ابسيس ولا اوردوني. لا لابسيس، لابسيس بلاتي الله عليكم، لابسيس ولا الاوردوني سالينا هنا هي باش كتخرج هي ا زيرو. اذا خرجت هي ا زيرو بمعنى برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاك دي زابسيس. اذا خرجت هي ا كتساوي لانفيني، هذه ديريكسيون، دونك غيكون عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاك دي زوردوني. دونك ملي كتخرج لي ا ابارتي ار ايطوال كندوز للكات الثانيه. الكات الثانيه الى خرجت لي تخرج لي عدد، اه بي تخرج لك عدد. اذا خرجت لك هذه كتنتمي لار، سكيفي غيولي عندك اه خرجت لي عدد، يعني غيولي عندك ايكغيك يساوي كيف ما قالت سكينه ا اكس بيس بي، غيكون اسامبتوت اوبليك. متفقين؟ دابا هاد بي هذه دابا خرجتش عدد، خرجت انفيني، شنو غادي يكون عندنا؟ يلا حسن ولا حي. لا حسن ما كاينش. كاين استاذ، علاش ما كيجاوبنيش؟ كيسمعنيش وقيلا راه قبيله. واخا حي بي كاين، لا تنشوف ندير لابيل. دير لينا لابيل تاع فابور. ايوا شنو خصنا نعرفو راسنا معاه من خدامين. يلا استاذ كاين نبيل. نبيل نبيل يلا نبيل تبغي تهضر؟ يلا كيف سلمى حنفي. نعم يلا انت كتنعسي. اذا لقينا لافيني هنا شنو غنقولوا؟ شنو هي؟ انت اللي كنتي دايره لينا التخرشيش. ايوا انت كتاكلي واش حتى كتقرا ولا كناكلوا؟ ديت اسمي علي بابا اللي جاب لي الماكله. واخا خليها ابارت نساليو. يلا حيد فوت هذه سير لا تاكلي. يلا زيد ندوزو ل سهيب الرحماني. وي يلا نقول زعما الا كانت عندنا ا كتساوي عدد ما كتساويش لينا غير ولا ولا لا واش اوردوني ولا ابسيس؟ لا راه غادي راه ما غتكون لا اوردوني ولا ابسيس، غتكون عندك لابسيس اذا خرجت لك ا كتساوي زيرو عدد ولكن تساوي زيرو. اذا خرجت لك ا خرجت لينا عدد عدد مثلا 2 راه خاصك تزيدي تحسبي ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس موان داك العدد وتا تشوف هذه شحال غتخرج. اه مثلا خرجت لك هنا 2 غتحسبي اف دو اكس موان 2 اكس وتا تشوفي شحال غتخرج عاد تقدر ديسيدي. نحسبوا هذه غير ملي كيخرج لينا ا عدد. اه عاد كندوزو لهذا صافي. صافي مزيان ياك استاذ. واش فاش كتخرج لينا زير ولا لافينيه فاش كنقولوا فيرتيكال ولا ماشي هي فاش كنقولوا فيرتيكال ولا اوريزونتال؟ دوك راه دابا خلطتي مع لي زاسامبتو، خلطتي مع لي طونجونت. لي طونجونت راه في ديريفابيليتي ماشي في لي برونش، فهمت؟ كيتلفوا كيتخرجوا. ايوا راه سي بيان سور غيتلفوا. دابا راه خاصك ديري، خاصك تميزي ما بين لي زانتربريتاسيون جيومتريك اللي خاصين بالديريفابيليتي وما بين لي زانتربريتاسيون جيومتريك اللي غيجوك من برونش انفيني. حطي ورقه ديال هادو ورقه ديال هادو وما تخش تخلطي بيناتهم، راه ديما غتبقى تجيك هاد لا كونفيزيون. فهمتي لي برونش بارابوليك لانتربريتاسيون ديالو؟ لا قلنا اسامبتوت فيرتيكال واسامبتوت هوريزونتال. هذاك اسامبتوت ماشي طونجونت. هادو راه اسامبتوت. لا في لي اسامبتوت هما اللي كنقولوا واش هوريزونتال فيرتيكال، من لي برونش بارابوليك ما كنقولوش هوريزونتال ولا فيرتيكال. صافي نمشيو دابا لبليس لانفيني. يلاه شحال هي الليميت ديال اف دو اكس هاد بليس لانفيني؟ هي الليميت بلوس لانفيني على بلوس لانفيني. دونك شنو هي؟ فورمان ديفيني واقيلا. فورمان ديفيني ماشي واقيلا سي سيغ. اه استاذ مات مساو ليا ليفوناسيون خصني نراجع. نتوما جلستو على السيمانه ونسيتو كلشي. الوغ اشنو غنديرو؟ غنعملو الفوق باش؟ غنعملو باكس. غتبقى عندي ان بلوس 3 سيغ اكس مزيان.
وحتى لتحت غادي نعمل باش براسين دو اكس مثلا بإكس. غتبقى عندي هنايا راسين دو اكس موانز 1 ديفيزي با راسين دو اكس بلس 2 سو راسين دو اكس. بان لكم هادشي اللي كتبت مزيان. يلا دابا غنحاول واخا الله يجازيكم بخير. يلا عمركم شنو نسيبك كتهضر بحال هكا. يلا ايوا احترموها. هاليزي غاسين دو اكس سو غاسين دو اكس يا غاسين دو اكس مزيان. مزيان نهبط واحد شويه لتحت باش ما يبقاش هادشي نضحك. دونك غتكون عندي هي قلنا لا ليميت كون اكس. هذا راه المايك ماشي كياكل شي حاجه. شي سكتوا لي مايك ديالكم تتبغوا تهضروا تسولوني وخدموه صافي. حتى شي واحد يكون عنده شي كيسيون هذيك الساعه يمشي لواحد ليفي لا ما يهز يدو ولا يخدم المايك ويهضر صافي. تيكون عندكم السؤال الا كنتو فاهمين صافي بلاش. دونك هي 1 بلس 3 سور اكس ديفيزي بار. دابا هنا عندي غاسين دو اكس غاسين دو اكس غنحاول نشركهم في غاسين واحد هي اكس موان زان ديفيزي بار اكس بلس 2 سور غاسين دو اكس. Alors, la limite de 1 sur, 3 sur x, il y a 0. Donc, on se prend un 1. La limite de 2 sur racine de x en plus l'infini, il y a 0. Ou il y a la limite de ce qui est à l'intérieur, il y a la racine, il y a x moins 1. Divisé par x, la limite de cette quantité, il y a x divisé par x, puisqu'il s'agit d'une fraction rationnelle, fonction rationnelle. Donc la limite, il y a 1. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, il y a la limite de l'HL. Le temps vers 1. Bien. Ou la limite de l'HL, n plus l'infini. Il y a plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Bien. Et donc, on a la limite de f de x. On a la limite de f de x, c'est plus l'infini et plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour qu'on continue les branches de nous? On va calculer la limite de f de x sur x. C'est bien. Donc, on va calculer la limite de f de x sur x. On va essayer de faire le travail que nous avons fait. On va calculer la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, là, je ne vais pas dire. Je vais essayer plus l'infini. Voilà, je vais dire que c'est bien. Je vais dire limite de racine de x sur x. D'accord? Oui. Et là, je vais prendre un dish. Il y a 1 plus 3 sur x. Et là, je vais prendre racine de x moins 1 sur x plus 2 sur racine de x. Quand x tend vers plus l'infini. Head racine de x sur x, nous pouvons nous dire qu'il racine de x sur x, nous pouvons nous dire qu'il racine de x sur x. Il y a 1 sur racine de x, là. 1 sur racine de x. Alors, c'est bien. Il y a limite en plus l'infini de 1 sur racine de x. Multiplié par 1 plus... 3 sur x divisé par racine de x moins 1 sur x plus 2 sur racine de x. Bien. D'abord, je vais la limite. Hadi déjà dit que tu as dit que déjà dit la limite est 1. Ou hadi limite de l'échelle quand x tend vers plus l'infini. 0. 0. Limite est 0. Donc 0 fois 1 est l'échelle. Il y a 0. Et donc, je n'ai l'interprétation géométrique fait le cas. C'est une branche parabolique de direction à l'axe des abscisses. C'est bien. Fatim Zahra, dis-tu? À l'axe des abscisses, voilà. Et donc, on va dire que nous avons 5 tours. 5 tours, on a. Nous avons 5 tours. Nous avons 5 tours. Nous avons 5 tours. Nous avons 5 tours. Limite. On va dire que nous avons limite de x tend vers plus l'infini, عطاتنا plus l'infini. Aïe, ou عاودنا حسبنا la limite de f de x. C'est-à-dire, on va dire que la limite de x tend vers
plus l'infini de f de x sur x, ça fait 0. Donc c'est f. Il donne une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. Admet une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. Parabolique. Voisinage de plus l'infini. Très bien. Parabolique. De direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc en plus l'infini. Ça marche. D'abord, c'est l'exemple 3. On va faire d'abord l'exemple 4. Pas de questions? Là, viens. Yallah. مزيان انا انا غادي ندوز دابا نكتب لكم ليكزامبل 4 x plus 3 racine de x moins x plus 3 racine de x moins 1 يلا باش غنبداو اول حاجه غنديروا دومين دو ديفينيسيون بعدا هو شحال 1 بلس لافين هو 1 بلس انفيني مزيان شحال هي لا ليميت ديال اف دو اكس اون اكس تون فيغ 1 هي 4 0 يعني ما عنديش برونش انفيني في واحد دونك غنخدمو غير على بلس انفيني يلا Il y a plus l'infini, directement, yak. Car la limite de... Donc, cette fonction tend vers plus l'infini. Cette fonction tend vers plus l'infini. Donc, avec la racine, elle tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, il y a plus l'infini. Et ouais, donc, je n'aurai rien dit d'abord, je vais vous donner la limite de f de x à la x. On a... Comment est-ce que nous limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini donc je arrête ça oui il y a limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 divisé par x multiplié par x moins 1 ça marche je dis x de toute façon x plus 3 bien كتسمعوني ولا لا؟ كتسمعوك فوالا دونك عندي x ديفيزي باغ x هي 1 بلس 3 سيغ x استاذ ولكن ما عرفتش علاش قسمتي x غير على x بلس 3 بوحدها إيوا بغيتي نديرو عليهم بجوج راه واحد فيهم يا إما ديرها تحت من x بلس 3 يا إما ديرها تحت من غاسين دو x موان 1 علاش؟ إيوا تقدري تقول لي أنت علاش مثلا عندي عندي دابا هذيك واش كتكتب لا سوبورم ا اكس دابا بلاتي غنمشيو للاعداد نرجعوا للاعداد مثلا 6 لا ذلك لا ذلك انتبهوا معايا عندي مثلا انا هذه مثلا 6 في 4 على 2 نحسبوها بعدا هي الاولى 6 في 4 شحال جاوبوني خلاص 6 في 4 24 على 2 هي 12 12 ياك ما يمكنناش نكتبوا هذه نكتبوها بحال هكا ما يمكنش نديرو هادي راه هي 6 على 2 ونقسمو 4 حتى هي على 2 اذا هي درنا 6 على 2 غتكون 3 و 4 على 2 هي 3 في 2 اذا شحال ولات ولات 6 ما بقاش 12 متفقين اذا دابا هاد الخدمه اللي قلتي دابا انك تقسمي 6 على 2 و 4 على 2 الا وحده فيهم اللي كتقسم مثلا واخا تقسمي انتبهوا معايا مزيان الله يهديك اذا درتي 6 على 2 وضربتيها في 3 شحال هي باردون ضربتيها في 4 دابا نقسموا 6 على 2 نضربوها في 4 ولا درتي ثاني مثلا 3 في 4 ياك ولا شديتي 4 هي اللي قسمتي على 2 ضربتيها في 6 راه ثاني عطاك نفس النتيجه اذا حنا اذا كنا غنقسموا على شي عدد واحد البرودوي غنقسموا على اكس ناخذ واحد فيهم نقسموا على اكس ماشي بجوج متفقين اذا هذه غتمشي فين غتمشي لزيرو وهادي غتمشي لبيس لانفيني اذا النتيجه هي
plus l'infini. Safrine, d'abord la conclusion. Shangulo, on a limite. Branche para S, CF admet une branche parabolique. Ouais, t'as Fatem Zahra. Fatem Zahra, tu as fait tes choses, tu as fait tes choses, tu as fait On a la limite de f de x. Bien sûr, d'abord, il y a une conclusion qui se voit ici. C'est le mot de moi, Tayet. L'idée de tout. Donc, il y a des choses qui sont plus infinies. La conclusion, je vais vous dire. Donc, CF admet. Yallah, va-t-il me dire Admet une branche. Parabolique. Oui, parabolique. Direction, l'axe des ordonnées. De direction. L'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Au voisinage. De plus l'infini. De plus l'infini. Mzien. Wadh. دابا تقريبا نزلنا على الخطط كامله بقاو لينا غير داك البرونش انفيني دو ديريكسيون صافي مسح السبوره غادي نعطيكم واحد ليكزامبل اخر اللي ما عندكمش في ليكزارسيس متفقين مثلا نزيد نسميو اكزامبل 5 اف دو اكس ايغال مثلا 2 اكس بلس راسين دو اكس متفقين دونك غادي نحسبوا ليميت كون اكس ديجا الدومين ديفينيسيون شكون هو هو 0 plus infini. Donc, on va dire que la branche infinie en plus infini. Il y a 9, 0, on n'a pas de branche. Et donc, la première chose qu'on va dire, c'est qu'il y a la limite de f de x. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a plus infini. Bien. D'abord, on va dire la limite de f de x à la x. Quand x tend vers plus infini. Égale combien? Il y a limite de 2x plus racine de x divisé par x quand x tend vers plus l'infini. Il y a limite. Donc 2x divisé par x, ça fait 2. Il y a 2 là, racine de x sur x. Racine de x sur x, il y a 1 sur racine de x. Il y a 1 sur racine de x. Et donc, la limite, il y a 2. Et donc, la limite de f de x. Sur x, il y a 2, donc c'est un hessemon de zo. Je n'aurai pas de hessemon de zo. Elle est hessemon de zo. F de x moins ax. Voilà. C'est un hessemon limite de f de x moins ax. Bien sûr, avec a, il y a 2. Mais bien. Et donc, il y a hessemon de la limite. Je vais dire le cas. Le cas, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini. Nous avons f de x, donc il y a 2x plus racine de x moins 2x. شنو غادي يبقى غتبقى لنا هي ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني اللي هي شحال هي بلس لانفيني كونكليزيون اونا شنو لقينا خصنا ندوزو كاع دوك المراحل ديال الخطط نكتبوهم نبداو من البدا يلا اونا ليميت ليميت ديال اف دو اكس كتساوي بلس لانفيني اها وغندوزو ليميت ديال اف دو اكس لقينا ها 2 ولقى عنده ثاني ليميت ديال اف دو اكس موان 2 اكس لقيناها بلس انفيني موان 2 اكس نقولو دونك سي اف ادمي اون برونش بارابوليك لا نتابعوا معايا الله يرضى عليكم في هذه المرحله بالضبط فاش كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موا ا اكس ولقينا بلس انفيني سمعوني شنو كنقول نعم ادمين برونش بارابوليك دو ديريكسيون 2 اكس لا بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زون لا ماشي دو زوردون دو ديريكسيون واش لاكس دي زوردون خاصكم تحفظوا هذيك الخطاطه دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون يلا صح ولا غلط
y égale 2x en plus l'infini, yani, au voisinage de plus l'infini. Les branches, on dit comme واحد, صافي. نتابعوا معايا. On dit comme exemple واحد اخر باش نساليو هاد لي برونش. دابا هذا exemple 6. غادي ناخذ f de x كتساوي ناخذ مثلا x carré ياك sur x moins 1. Donc domaine définition شكون هو؟ هو R privé de quoi? De 1. De 1. يلا شنو هما لي برونش اللي غيكونوا عندنا؟ فين غنشوفوا لي برونش انفيني؟ موالا فيني. فوالا. نبداو بواحد هو الاول. ياك نحيدوا عندنا داك واحد. ياك دابا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفير 1 بلس. غتكون هي 1 سور 0 بلس دونك هي بلس انفيني بلا ما نعاودو هادشي راكم كتعرفوه ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفير 1 موان ايكال موان انفيني كونكليزيون يعني شنو غيكون عندنا لا دغوات ديكواسيون x égale 1 est une asymptote verticale. Vous savez? Bien. De CF, bien sûr, maquiche au voisinage. Vous savez? D'abord, nous chauffons la branche infinie au voisinage de piste infinie. On met en moins l'infini. Ça marche? Et donc, nous chauffons la branche infinie en piste infinie, car c'est la limite en plus infini. ياك شحال هي لا ليميت دو اف دي اكس اون بليس لانفيني؟ هي بليس لانفيني فوالا غتكون هي سي اون فراكسيون راسيونيل غتكون هي اكس كاري سور اكس هي ليميت دو اكس اون بليس لانفيني هي بليس لانفيني اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندخلو الخطاطا اف دو اكس سور اكس مزيان دونك غنمشيو نحسبو ليميت ديال اف دو اكس على اكس quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais faire ça, il y a une limite. Quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x carré divisé par x moins 1, le tout divisé par x. Ça va donner quoi? La limite en plus l'infini de x carré. Donc, là, on va faire x carré moins x. Il y a, encore une fois, fraction rationnelle. Il y a x carré sur x carré. Il y a 1. اشنو غنديرو انا سايبه لقينا عدد غندوزو نكملو اشنو غنحسبو نسيبه ليميت اكس موان حسبو ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس موان اكس سي بيان دونك ليميت ديال اف دو اكس موان اكس هي شحال كون اكس تنفير بلس لانفيني كيخصني نمشي نحسب هادشي هي ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني de x carré divisé par x moins 1 moins x. Il y a limite en plus infini de x carré moins x carré plus x divisé par x moins 1. Il y a limite de x en plus infini. Il y a 1. Sinon, il y a la conclusion. غنجمعوا ثاني داكشي اللي قلت لكم هذوك لي دوني ديالنا متفقين غنقولوا اون ا دونك اش حسبنا ليميت ديال اف دو اكس عند بلس لانفيني لقيناها بلس لانفيني وحسبنا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس اون بلس لانفيني لقيناها شحال لقيناها 1 وحسبنا ليميت ديال اف دو اكس موان اكس اون بلس لانفيني لقيناها اه اذا يلا حسن عفاك اعطيني لا كونكليزيون لا دروات ديكواسيون ايغال تيغال ا اكس بلس بي دونك لا دروات ديكواسيون ا اكس بلس بلس 1 ديكواسيون ايغال تيغال ا اكس بلس 1
Ah, il y a un peu de temps. Il y a x plus 1. Il y a x plus 1. Est une asymptote oblique. Asymptote oblique. Oblique. Au voisinage de plus l'infini. C'est bien. La droite d, y égale x plus 1, comme asymptote oblique. En moins l'infini. Bien, la droite, l'ilqina asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, aussi asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, il y a un peu de soucis. Je vais dire que 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 je vais إذن ش غنديرو غنمشيو ديريكتومون غنحسبو غنقولو اون لا ليميت ديال اف دو اكس موان اكس بلس 1 كون اكس تون فيغ موان انفيني طونك انهم عطاوني ليكسبرسيون ديال لا دغوات نمشي نخدم انا بلا فورميل ساهله نحسب غير هادي وخاصني نلقاها زيرو مزيان واش واضح ما بقاش غير الوقت بزاف دابا إذا شفتو هنا ها هي اونكادري هنا شاهية هذه اللي بالخضر الضمن البال دائما الا قال لي لا عطاني ليكسبرسيون ديال لا دغوات كنحسب غير هذيك هاد لا ليميت اللي بالاحمر هذه صافي يلا الله يسر اعانكم الله اذا ما خرجت لك زيرو كيف انا ما غيكونش عندك اي يساوي اكس بلس بي سالينا لي برونش انفيني سالينا لي برونش انفيني صافي